أمتلكه حتى اللي ورثته عن أبويا أنا هتنازل عنه عشان خاطر بلدنا. منذ إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي تدشين صندوق تحيا مصر في شهر يوليو عام 2014، بات الصندوق رمزا للعزيمة الوطنية والإرادة الحقيقية لجموع الشعب بحتمية العبور إلى مستقبل واعد. يهدف صندوق تحيا مصر إلى استدامة النمو الاقتصادي والحد من الفقر وتلبية احتياجات الفئات الأكثر احتياجا وعقد شراكات بين القطاعات المحلية والإقليمية والدولية. ففي مجال التنمية العمرانية أنفق الصندوق ملياري جنيه لتوفير مسكن كريم ل 250 ألف مواطن من أهالي العشوائيات والمناطق الخطرة، وأطلق الصندوق ما يعرف باسم مدينة تحيا مصر لإعادة توطين أهالي الدويقة ومنشية ناصر في حي الأسمرات بمراحله الثلاث. كما تمكن الصندوق من رفع كفاءة المنازل في 126 قرية في 14 محافظة. صندوق تحيا مصر كان له أيضا مشاركة فعالة في مجال الرعاية الصحية، حيث قدم الدعم اللازم لمكافحة وعلاج فيروسي والتوعية بخطورته في الجامعات والمدارس. وفي مجال المشاركة المجتمعية أطلق الصندوق مبادرة أطفال بلا مأوى، والتي أسهمت في الحد من ظاهرة أطفال الشوارع. وبفضل المساهمات الواردة لصندوق تحيا مصر استفادت 3000 أسرة من برنامج مصر بلا غارمين. كما وفر الصندوق 4550 فرصة عمل للشباب، إضافة إلى توفير 1000 تاكسي بتكلفة إجمالية بلغت 79 مليون جنيه، وسيارات نقل ضمن برنامج التمكين الاقتصادي وتشغيل الشباب، فضلا عن دعم مشروعات تنمية سيناء من خلال برنامج سيناء غالية علينا. مشكور لصندوق تحيا مصر، وأنا سعيد جدا، وربنا يبارك في اللي فكر في مشروع صندوق تحيا مصر. أنا بشكر صندوق تحيا مصر وبشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على مدعمته للشباب، وبنقول له ربنا يكرمك يا ريس ويخليك لينا. شكرا للصندوق وشكرا لتحيا مصر، وبنحبك يا سيسي. طبعا احنا بنشكر صندوق تحيا مصر ان هو وفر لنا فرصة زي ديت ان احنا نستلم عربية دبابة طن ونص، وان شاء الله تكون فرصة كويسة، والناس اللي لسه ما خدتش الدبابات لو في تقديم يقدروا يقدموا بعد كده، وربنا يوفقهم ان شاء الله ووفق الجميع. وضمن مساعي الصندوق الحثيثة لخلق فرص عمل للشباب، افتتح الصندوق موقع شارع 306 بمنطقة الماظة، والذي يتضمن تجميع مشروعات الشباب ورواد الأعمال ووحدات وعربات الطعام المتنقلة. وضمن جهوده لتوفير فرص التمكين الاقتصادي للمرأة المعيلة، ساهم الصندوق في تمويل مشروع مستورة بمبلغ قدره 250 مليون جنيه. هكذا كانت إسهامات صندوق تحيا مصر، وما تزال مبعث أمل لغد أفضل من خلال وضع حلول جذرية للقضايا والظواهر الاجتماعية التي تؤرق حياة فئات كبيرة من المصريين. بكل تأكيد إلى غد أفضل بإذن الله. وهذا المجهود الكبير الحقيقة اللي بيبذل من صندوق تحيا مصر لخدمة المواطنين، ويعني منذ تدشين الصندوق وإطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي هذا المشروع والتبرع بنص ما يملك عشان يكون التبرع الأول والنواة الأولى لكل بعد كده هذه التبرعات والأموال اللي بتدخل صندوق تحيا مصر، حتى من يعني عن طريق الاس ام اس زي ما كنا بنتكلم، المواطن اللي بيبعت رسالة بخمسة جنيه، الناس اللي بتروح تتبرع للصندوق بشكل مباشر في البنوك، وكل ده ساهم في توفير حياة كريمة لألاف المواطنين. احنا بنتكلم كمان مش بس انك بتوفر للمواطن حياة كريمة، لكن دعم الشباب، دعم الشباب من المشروعات الكتيرة اللي بيقدمها الصندوق، دعم المرأة المعيلة من خلال المشاركة في مشروع مستورة، وده بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي. والحقيقة انه المشروع او الصندوق بيشتغل على حاجات كتيرة قوي، يعني بيشتغل على موضوعات من المحاور المهمة ابرزها توفير السكن، الخدمات، المرافق، الصحة، العشوائيات، رفع كفاءة كمان القرى الأولى بالرعاية وتحسين المستوى الاجتماعي والمعيشي للمواطنين. ده كله بيتم بشكل شامل، بنشوف فيه الدعم بشكل كبير جدا واللي بيتم تقديمه لجميع المواطنين اللي يستحقوا الدعم والمساندة من صندوق تحيا مصر. بنشوف طبعا التنمية العمرانية، الرعاية الصحية، التمكين الاقتصادي والتعليم والتدريب ومواجهة الكوارث والأزمات اللي منها طبعا لسه احنا بنشوف كمان ضمن المشروعات الكبيرة اللي ساهم فيها صندوق تحيا مصر هو مشروع الأسمرات
اللي الحمد لله رب العالمين انه موجود. يعني امبارح مع خبر الدويقه قلنا الحمد لله ان المشروع ده موجود. منورنا في استوديو هالصباح الاستاذ شادي سالم نائب مدير المشروعات بصندوق تحيا مصر. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. منورنا في استوديو هالصباح. كتير جدا بحاول اتكلم عنه، لكن خلينا نبدا من الحمله الاخيره. تمام. ودي اللي تمت بتوجيهات من السيد الرئيس، حمله نور حياه، واللي صندوق تحيا مصر هيساهم بدعم فيها مليار جنيه عشان مكافحه العمى. ان شاء الله باذن الله ما حدش يفقد بصره ابدا، الناس كلها ربنا ينور لها بصرها وبصرتها. وصلنا لحد فين؟ وصلنا لحد فين؟ وصلنا ان نور حياه حاليا كل التجهيزات لبدء الحمله جهزت، وعملنا مراحل تجريبيه في بعض المحافظات. ان شاء الله يوم 7/2 هو انطلاق اول قوافل نور حياه في محافظه السويس، و 9/2 في محافظه في المدارس في الشرقيه واسكندريه وقنا والمنيا والاقصر ومطروح. دي انتم قادمين يعني عاملين مثلا كل محافظه قد ايه عدد المحافظات اللي هتبتديها المراحل؟ احنا المرحله الاولى بالنسبه لنا هتبقى 6 محافظات في القوافل المدارس، و 8 محافظات في القوافل الطبيه للاهالي في مناطق الاكثر فقرا. يعني احنا عندنا شقين في نور حياه. شقين بالظبط. شقين وهيشتغلوا مع بعض ان شاء الله مع يعني هينطلقوا في نفس الوقت. في نفس الوقت القوافل اللي بتروح المدارس دي اللي بتستهدف طلبه المدارس عشان تكشف عليهم، تشوف مين محتاج نظاره، محتاج لا قدر الله عمليه وما الى ذلك. والناحيه الثانيه في قوافل اخرى دي هتنطلق في القرى في محافظات تانية ولا هم نفس المحافظات؟ لا في محافظات مختلفة. في محافظات مختلفة. يعني الاثنين هيمشوا بالتوازي بإذن الله. هيبقى احنا فكرة مكافحة مسببات العمى في أكتر من مسبب ممكن يودي لا قدر الله للعمى، منها المية البيضاء، المية الزرقاء، المشاكل، ضعف الإبصار القوي جدا. فاحنا كنا لازم نشتغل على الشقين في نفس الوقت. المدارس الابتدائية هو قاعدة الهرم التعليمي في مصر، نتكلم في 10,500,000 طالب في المدارس الابتدائيه. لما نزلنا عملنا تجربه بتاعتنا في الشرقيه واسكندريه، اخدتوا عينه يعني؟ خدنا عينه طبعا. عملنا مدرستين في كل محافظه، حاجه تمثل الريف وحاجه تمثل الحضر. وده كل ده استراتيجيه صندوق تحيا مصر في اي مشروع بيعمله، لازم يبقى في مرحله تجريبيه عشان نتلافى اي تحديات او صعوبات اثناء التنفيذ الفعلي. لقينا النسبة عالية جدا في المدارس، احنا بنتكلم في 20% تقريبا من طلبة المدارس الابتدائي عندهم مشاكل ضعف الابصار. يعني ايه طفل يبقى قاعد في الفصل ومش شايف السبوره فعليا النتائج اللي هتشوفها؟ 20% يعني العينه، بنقول العينه اللي تم سحبها بشكل عشوائي من محافظتين 20% من عدد الطلاب بيعاني من ضعف الابصار. بيعاني من ضعف الابصار، ويعني يستلزم تدخل سريع في توفير نظاره للطفل ده. فاحنا قررنا ان احنا نعمل 1,000,000 نظاره لمليون طالب في المرحله الابتدائيه. احنا بنستهدف بشكل اساسي وكل مشروعات الصندوق كده الفئات الاكثر فقرا. عشان كده احنا محددين التارجت الاولاني هو 100 مدرسه في افقر مناطق في المحافظات المستهدفه في المرحله الاولى. هنشتغل على المدارس دي. احنا متوقع ان في الترم الجاي ده ان شاء الله هنعمل 180,000 طالب هنعمل لهم سكرين، ومتوقع تقريبا في حدود اكتر من 60,000 نظارة هيتم توزيعها. هي احنا مرتبطين للاسف في قوافل المدارس بالسنه الدراسيه، فاحنا هنشتغل على مدار 6 شهور فقط. عايزين تلحقوا بسرعه. للاسف. للاسف احنا ملتزمين بالامتحانات والاجازه واجازه نص السنه واجازه نهايه السنه، فاحنا ملتزمين بسرعه لازم نلحق الترم الجاي، وهنشتغل على المحافظات. عشان كده قررتوا ان انتوا تمشوا في الاتجاهين بالتوازي في نفس الوقت. بالتوازي في نفس الوقت. يعني ما ينفعش نفصل ده عن ده، لازم الاثنين يبداوا مع بعض. بس حضرتك هو يعني رفاهيه الوقت للاسف مش متاحه بالنسبه لنا. يعني احنا هنشتغل على 3 سنين عشان نوصل للمليون نظاره، وعشان نوصل لان احنا نعمل سكرين ل 2 مليون مواطن في القوافل، عشان نقدر نعمل 200,000 عمليه ميه بيضاء مستهدفين، 15,000 عملية مية زرقاء مستضيفين، تدخل جراحي. بتكلم على أرقام كبيرة. قوي. يعني أنا لو أنا حطيت متوسط عمليات في اليوم، فأنت محتاج تعمل لك 200-300 عملية في اليوم مثلا. احنا مجهزين 20 مستشفى تابعين للقوات المسلحة ووزارة الداخلية لاستقبال الحالات. القوات المسلحة، إدارة الخدمات الطبية طبعا. يعني احنا دورنا ان احنا هنقدم خدمة على أعلى مستوى. مش شرط عشان هو شخص عايش في مكان ده. لا احنا كده معلش انا اسف الرقم غلط، احنا بنتكلم على استهداف في المتوسط 500 عمليه في اليوم. مظبوط.
تقريبا تقريبا احنا ده في متوسط المحافظات، لان احنا هنشتغل على مراحل، احنا مش هنشتغل طبعا بشكل اساسي في كل المحافظات، لكن احنا بنتكلم ان انا هقدم خدمه عاليه جدا، مستوى عالي. كل الاجهزه الطبيه اللي هتشتغل من اول قافي كلها جديده، العدسات مستورده من بره، المستشفيات القوات المسلحه هتقدم لنا الخدمه والكوادر الطبيه، وهي العمليات هتتنفذ داخل المستشفيات. احنا جهزنا غرف عمليات، غرفتين تقريبا في كل مستشفى من المستشفيات اللي هنشتغل فيها في العشرين مستشفى، عشان تستقبل العدد اللي حضرتك يعني بتقول عليه كبير جدا. يعني للاسف ما عندناش وقت، يعني هم احنا كل ده وهنكمل، ما عندناش وقت في حاجه، فيعني عارفه ان احنا بنسابق الزمن. هننفذ في 3 سنين عشان اقدر اوصل للتارجت اللي انا بكلم حضرتك عليه. المليار اللي صندوق تحيا مصر مخصصه هو مش كافي طبعا، لان انا يعني اكافح كل مستويات العمل. اسال حضرتك، يعني عارفه ان صندوق تحيا مصر طبعا بيساهم في تمويل عدد كبير جدا من المشروعات ففي قدر الامكان انتوا بتدوا جزء ده للمشروع ده، ويعني احنا بنشوف 250 مليون مع مسطوره الاسمرات وتطوير المناطق العشوائيه. ده مليار الاسمرات فقط، مليار الاسمرات ده كله اتجمع باموال تبرعات، كلها تبرعات المصريين بشكل اساسي. احنا يعني احنا عندنا في الصندوق عاتق رهيب جدا، ان احنا بنعتبر ان التبرعات دي امانه، فاحنا ما بنطلعش الامانه دي الا في فعلا في المشروع اللي يستحق، وان نبقى ضامنين تماما ان كل الفئات اللي محتاجه هيوصل لها الامانه اللي احنا موجوده في الصندوق، وهي تبرعات المصريين. لكن احنا لسه قدامنا مشوار طويل في تقريبا في كل المجالات اللي احنا شغالين فيها. اكيد ما زلنا محتاجين تبرعات. طبعا، يعني انا لو المليار ده لو كان معايا اكتر من المليار من التبرعات المصريين، كنت ممكن اقلل الفتره الزمنيه واوسع العدد اكتر في العمليات والناس المستفيدين. يعني انا بنتكلم في 2 مليون مواطن، كنت ممكن اوصل لان احنا بنقول في 5 مليون مواطن في مصر عندهم مشاكل ضعف ابصار. فانا هشتغل على 2 مليون. القدرات الحاليه المتاحه ليا 2 مليون. المتاحه ليا ان انا اوفر مليون نظاره فقط من لطلبه المدارس، لكن انا لو القدره الماليه عندي تستوعب اكتر من كده، اكيد انا هنفذ بنفس الكفاءه ونفس الكواليتي في كل المراحل بتاعتي. طيب هرجع كمان مع حضرتك، طب مين الجهات اللي بتتعاون معاكم في تنفيذ الحمله؟ يعني حضرتك قلت القوات المسلحه المصريه بتساهم، وزاره الداخليه هل بتتعاونوا كمان مع وزاره التربيه والتعليم، وزاره الصحه اكيد المفروض يعني معاكم برضو في الموضوع والتضامن اعتقد، ولا في جهات تانية؟ احنا الفكر الاساسي للصندوق ان احنا بنتشارك تقريبا مع كل الجهات. بس احنا عندنا ذراع تنفيذي موجود على الارض، هو مؤسسه المجتمع المدني. فاحنا عندنا بعض المؤسسات هتكون موجوده معانا ان شاء الله في المرحله الاولى، بنتكلم في الاورمان، الجمعيه الشرعيه، بنك الشفاء، صناع الخير. دي المؤسسات اللي هتوصل للمستفيدين في القرى والنجوع. احنا كصندوق هو التمويل الصندوق فقط، يعني كل التمويل للمبادره هو الصندوق فقط، من الصندوق فقط مفيش اي حاجه تانية. لا خلاص، لكن هي كل الشركاء تنفيذيين معانا في اللي مش بيساهموا باموال تمويل، ولكن بيساعدوا في التنفيذ والوصول لاكثر احتياجا. للوصول للمبادره، لكن التنفيذ الفعلي هو المليار من صندوق تحيا مصر. المؤسسات المجتمع المدني بتساعدنا في انها توصل للمستفيدين، بتجهز اماكن القوافل. طب ايه ما يمنع ان احنا نزيد من المساهمة من المصريين للصندوق؟ يعني ده احنا اللي بنرجوه طبعا من كل المصريين، ان احنا زي ما قلت حضرتك الاعداد الفلوس على قد الاعداد اللي انا اقدر استهدفها دلوقتي. انا ما بثقلش على الصندوق باعداد مستفيدين انا ما اقدرش اعملها، عشان في حاجات تانية. مظبوط، لان انا لسه عندي اطفال بلا مأوى، عندي تطوير عشوائيات وتطوير قرى، عندي مشروعات خاصة بتوفير حضانات للأطفال، أجهزة غسيل كلى، فأنا عندي مشروعات كتير قائمة فعليا منذ بداية الصندوق، ومشروعات لسه هبتدي فيها. فهو التخصيص على حسب حجم المشكلة. هو الصندوق في كل مشروعاته بيبتدي وبعد كده مصر كلها بتقوم معاه، يعني زي ما بدأنا في فيروس سي في صندوق تحيا مصر، مصر كلها دلوقتي بتكافح فيروس سي. احنا اول ناس عملنا سكرين لفيروس سي 1,200,000. احنا اللي قللنا سعر الدواء وقدرنا نوفر الدواء بشكل قوي، فبدا الحملات تشتغل على فيروس سي.
لكن احنا في الصندوق مع مكافحه المستوى ده انا متاكد ان الشعب المصري مش هيسيبنا نوصل للثلاث سنين وهيخلينا نقدم كل الخدمه لكل الناس فعلا اللي عندها مشاكل في الابصار في مصر. طيب الحمد لله. طيب نروح لواحد كمان من المشروعات، ومعلش انا اقف عنده، وحضرتك عارف واحد حقيقي بيعتبر فخر لكل مصري، هو مشروع انقذ حياه الاف المصريين ونقل الناس من الموت للحياه. انا لسه بقول يعني لو ما كانش في مشروع الاسمرات ده اتعمل، مش عارفه كان يبقى حال الناس ايه امبارح لو لا قدر الله كانت الصخره وقعت وحصلت نفس الكارثه زي ما حصل زمان في السابق يعني بعد الشر. ومساهمه الصندوق بقى في المشروع، انتوا لسه مستمرين في دعم مشروع الاسمرات؟ مظبوط، احنا مشروع الاسمرات بشكل اساسي بنتكلم في اكتر من 18000 وحده سكنيه مخصصين للمناطق المهدده للحياه، اللي هم الناس اللي زي اللي حصل امبارح كده موجودين في اماكن وجودهم ده بيبقى خطر على حياتهم بشكل مباشر. فال 18000 وحده سكنيه معمولين عشان خاطر الناس دي، سواء في منشيه ناصر او الدويقه او عزبه خير الله، كل المناطق اللي موجوده في سفح حرم سفح جبل المقطم كلها معرضه للخطر طبعا. وده انتوا بتنقلوا تباعا؟ بننقل بشكل تباعا، عشان انا اسمرات واحد خلصت وتسكنت فبتفرش غير بقى الفرش ده كامل. الفرش ده طب هاخد استاذ وليد بس ونكمل جزئيه الفرش دي. استاذ وليد، استاذ وليد انا مش سامعاه. صباح الخير يا فندم. صباح النور يا استاذ وليد. حضرتك كنت عايز اعمل مداخله بس تحيا مصر، كنت عايز اقدم على مشروع. عايز تقدم على مشروع؟ اتفضل. كان في شارع 306 كانوا عاملينه في الالماظه، كنت عايز اعمل مشروع عربيه مأكولات. اعتقد ده سهل صح؟ الموقع في موقع للمشروع. حضرتك ممكن تدخل على الموقع، الشروط موجوده على الموقع واليات التنفيذ والبيانات حضرتك هتسجلها، وهيبتدوا يتواصلوا مع حضرتك عشان يشوفوا امكانيه او دراسه المشروع بتاع حضرتك وتنفيذه في اي منطقه، لان احنا انت عايز تعمل عربيه اكل يا استاذ. لان انا ليا في مجال المطاعم اصلا. عربيه اكل ايه بقى؟ عشان ان شاء الله ما يتعمل مشروع نيجي. اي سندوتشات وفاست فود. سندوتشات وفاست فود. طيب ان شاء الله باذن الله يعني حضرتك تكون موفق، وهنستاذن حضرتك لو تقدروا بس تساعدوا في الصندوق. خلاص استاذ وليد، زملائي هيسجلوا رقم حضرتك ويقولوا لك ازاي تدخل على الموقع، لو محتاج حاجه من الصندوق مش هيتاخر عنك. في عمليه بقى الفرش الفرش وهي الفكره فجهز. الفكره مش في ان بس واضح ان انتوا جاهزين، يعني شفنا امبارح تمرين اسره من امبارح للنهارده في ثانيه. الاسمرات جاهزه لاستقبال الناس، واحد واثنين جاهزين لاستقبال المواطنين. الفكره برضو مش في مجرد بيت وشقه فقط، يعني احنا ده مجتمع متكامل بمدارس انا عارف انتوا بتتابعوا المدرسه على طول كل سنه، بتشوفوا احتياجات الطلبه مزبوط. اللي هناك ادوات مدرسيه، واحنا تغذية. يعني تقريبا كل المؤسسات اللي ممكن تساعد في الاسمرات احنا موصلينها للاسمرات. مجلس قومي طفولة الامومه، صندوق مكافحه وعلاج الادمان، مؤسسات مجتمع مدني، مؤسسات دوليه، كل الانشطه اللي ممكن نوفرها لاهل الاسمرات عشان يتأقلموا على المدينة الجديدة وتبقى فعلا حياة جديدة بالنسبة لهم احنا بنوفرها في الصندوق. احنا عملنا حملات لفيروس سي جوه الاسمرات من اول ما الناس اتنقلت. كل حملات توفير الامن الغذائي اللي بيقوم بيها الصندوق بالهنا والشفاء بتبقى لاهالي الاسمرات. الحي تقريبا شغال على مدار ال 24 ساعه لخدمه الاسمرات، واحنا بنسابق الزمن عشان الاسمرات ثلاثه يعني كمان تبقى جاهزه لاستقبال ان شاء الله، ما يبقاش في مشاكل نلحقها. التمويل بقى المليار مليار جنيه الحمد لله، يعني خلاص احنا بنقفل الاسمرات ثلاثه، يعني ال 18000 وحده سكنيه جاهزين ان شاء الله، وعلى اعتقد على شهور يعني قريبه جدا 18000 هيبقى فيهم 18 اسره موجودين. 18000 اسره. 18000 اسره ان شاء الله هيبقوا موجودين جوه الاسمرات. طيب في معانا استاذ خميس. طب استاذنا استاذ خميس من اسكندريه. الو. اي فندم صباح الخير. صباح الخير يا فندم. اهلا بحضرتك، الحمد لله تمام يا فندم. انا خميس بسوني رئيس شعبه البصريات بغرفه اسكندريه. أهلا وأمين وسهل. عام جمعية البصريين المصرية. أهلا وسهلا. أهلا بك. يعني إحنا يعتبر شعبة اسكندرية من الشعب النشطة جدا في مجال البصريات والنظارات الطبية. كنا عايزين نتعاون مع صندوق تحيا مصر وبرضه جمعية البصريين التي تعمل على مستوى الجمهورية
في البصريات، ويعني انما ما شفناش يعني اي تواصل ان احنا نقدر نخدم فيه في هذا المشروع العظيم. يعني هو لسه لو حضرتك بس تابعت كلام استاذ شادي وبيقول ان هم لسه ساحبين العينه، هيفضلوا ان شاء الله باذن الله على يوم 7/2 القادم. ايوه لكن لا ده 7/2 التجهيز حضرتك ده بياخد وقت التجهيز. ما هم اكيد مجهزين، بس انا طبعا بشكرك ان انتوا نفسكم تشاركوا، ويا ريت يا استاذ شادي نسمح بس لهم. انا عايزه بالمشاركه يعني لا يا فندم، انا احنا فعلا كنا قاعدين امبارح مع احد المؤسسين الجمعيه البصريات في مصر. عمرو ده عضو في مجلس اداره جمعيه البصريين. ايوه طب كويس، يبقى قاعد اهم يا استاذ شادي. يا استاذ خميس مش ناسينكم ولا حاجه. هو لا هو ما فيش نسيان، ولكن هو انا عايز التنسيق يكون اعلى من كده. حاضر. عايزين يعني ما تقلقش، الشغل كتير وعايزين كل الناس تمد ايديها وتساعد. هناخد برضو رقم تليفون حضرتك ونسيبه للاستاذ شادي. بس انتوا عملتوا فعلا الاجتماع من جمعيه البصريين. مظبوط. بس الناس عايزه برضو تمد ايديها. انا بالعكس ده نشاط. انا يعني وتساهم اكتر. طبعا ده الناس يعني عايزين يشتغلوا اكتر مع الصندوق. النشاط ده هيخلي الشغل هيكون بكفاءه اسرع والناس كلها تشارك. احنا مهم عندي فعليا الابتسامه اللي احنا بنشوفها على شكل الولد بعد ما بيلبس النضاره، لان الولد ما كانش عارف ان ده الرؤيه الصحيحه. حضرتك متخيله انا في 500 طبعا نضاره عملناها خلال الفتره دي اللي كانت العينه اللي حضراتكم سحبتوها. الولد لما بيتحط النضاره على عينيه ويشوف الشكل مختلف، ابتسامه غير طبيعيه. يعني انا بتمنى ان كل المصريين يكونوا مشاركين معانا. ان شاء الله احنا الفتره الجايه هنفتح باب للتطوع عشان يبقوا متطوعين يشاركوا. احنا عايزين التطوع بقى بسرعه بقى. هو ده باذن الله احنا مستعجلين عليه بقى. هيتم اعلان عنه في فتره قريبه جدا عشان يبقوا موجودين معانا في نور حياه في كل المحافظات اللي هنشتغل فيها ان شاء الله باذن الله. طيب هرجع مع حضرتك للمشروعات اللي ساهمتوا فيها تاني، وهي منها مشروعات مثلا بشائر الخير واهالينا واحد واثنين، والمفروض ان احنا يعني زي ما كان سياده الرئيس بيقول داخلين على بشائر الخير ثلاثه وخمسه وثلاثه واربعه. الفلوس الارقام الارقام بشائر الخير واحد قام بيها قياده المنطقه الشماليه في اسكندريه ونجاح المشروع والرغبه في اللي كانت غيط العنب سابقا والرغبه في استكمال ما بداوه في بشائر الخير. بدا يظهر دور صندوق ضحايا مصر في الدعم. احنا مدعمين بشائر الخير 2 و3 و5 ب 700 مليون جنيه. بشائر الخير حاجه فخر كل المصريين طبعا بالشكل ده. طبعا احنا مش بنتكلم انه يعني الاسمرات في القاهره وبشائر الخير في اسكندريه، ولسه في مشروعات في سوهاج وفي الاقصر وفي اسوان. في اكتر من 7500 منزل في 232 قريه في 15 محافظه تم تطويرهم ب 200 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر. احنا يعني زي ما قلت لحضرتك الفلوس الصندوق لكل المصريين مش لمحافظه واحده. انا كنت سامعه بقى في التقرير كمان، عشان يعني دي جزئيه مهمه جدا، احد الشباب بيقول لك اللي بيقدم على الدبابه وقول لنا لو في دبابه تاني عشان اللي ما قدمش يلحق يقدم. حقيقة الواحد بقى بيمشي في شارع كتير جدا يشوف التاكسي اللي مكتوب عليه تحيا مصر، العربيات اللي هي بيقولوا عليها الدبابه او اللي هي نص نقل بس متقفله مقفوله معمول لها الصندوق متقفل. ده مبرد ده بيتعمل ثلاجه لعرض الاكل. طب ده برضو من ضمن الحاجات الناس كتير بتسالنا عليه وبيقولوا عايزين تاني. هو فعلا هي كانت المبادره والمشروع يعني انتهى المرحله الاولى منه، 500 عربيه 5 طن نقل مبرد و750 عربيه اللي هو الدبابه اللي هو بيقول عليها الدبابه الواحد ونص نقل عادي ونقل مبرد. الشباب كان في اقبال هايل على العربيات. خلصت اهي. فعلا خلصت، واحنا ان شاء الله نجدد التجربه تاني مع مجموعه جديده من الشباب. النقل المبرد نجح كويس جدا مع طبعًا الشباب، لدرجه ان في حتى شكله حلو وامن وبينقل السلع الغذائيه للقرى بشكل كويس. يعني ده في ناس بتتمنى تشوف العربيه دي عندها. احنا كمان يعني ربطنا الشباب دي بوزاره التموين عشان السلع، فبقى العربيه جاهزه والسلع كمان موجوده فيها. البضاعه والعربيه. البضاعه والعربيه، فبينزل بشكل مباشر يقف للنقط. ده الشباب عايزاه برضو يا استاذ شادي. ده فعلا احنا شغالين ده برضو يعني محتاج تمويل. طبعا. ده كان كام ده؟ التاكسي كان 79 مليون والنقل المبرد 257 مليون.
ال 257 مليون للنقل المبرد، العربيات نص طن والواحد ونص، والتاكسي 79 مليون جنيه. طيب مسطوره، انا عارفه 250 مليون لمسطوره، وانتوا لسه مكملين؟ مكملين مع مسطوره، احنا بنستهدف 25. لسه فاضل فلوس في مسطوره؟ لسه فاضل، لسه فاضل فلوس في قرض مسطوره اللي بيصرف من خلال بنك ناصر. اي سيده عندها الرغبه في التعاون تروح لبنك ناصر وتقدم على القرض، هيدوها المواد والادوات الانتاج بتاعتها وتبتدي تشتغل. احنا يعني ان شاء الله المرأة المعيلة معانا مستمرين في دعم المرأة المعيلة. المصريين بقى اللي هيساهموا معانا برسائل، في شكوى كانت جات لحضرتك وانا ببلغها لك ان الرقم اللي هو رساله بجنيه بيت عليه رساله بجنيه في مشكله في السيستم. اوكي، فالناس اتمنى يكون المشكله بسبب الضغط، اتمنى يكون المشكله بسبب مش عارفه الحقيقه يعني، يا رب يكون المشكله بسبب الضغط، ويا رب كل مصري وكل مصريه بيسمعونا كلنا نقدر نشارك في انه اللي مش بقول احلام، ولكن بنتكلم على الواقع الجميل اللي بنحسن بيه حياه بعض، ان هو يكبر ويزيد ويستمر. تاني هرجع اقرر واقول وبقول الكلام ده، ما حدش يستهون بالجنيه ولا بالرساله، ولا لو انت رايح بنك تغير اي معامله في كل البنوك المصريه قول له سيب ده لتحيا مصر، اعرف انك ساهمت في نضاره، اعرف انك ساهمت في تغيير حياه انسان، اعرف ساهمت في علاجه، في مشروع، في شاب من الشباب الجمال دول. ان شاء الله باذن الله موضوع الدبابات يعود تاني، وشارع 306 مش هنوصيك عليه. 150 منطقه ان شاء الله خلال الفتره الجايه هيبقى 306 موجودين في تقريبا في كل محافظات مصر ان شاء الله. بشكرك جدا حضرتك نورتنا، وان شاء الله باذن الله في انتظار تشريف حضرتك مره ثانيه لينا. شكرا للاستاذ شادي سالم نائب مدير المشروعات بصندوق تحيا مصر. شكرا لحضرتك نورتنا في الصباح. بشكركم وتحيا مصر بيكم وليكم باذن الله، واشوفكم على خير ان شاء الله بعد الويك اند يوم الاحد القادم، يتجدد لقائنا باذن الله وحلقه جديده من هذا الصباح. تحياتي لكم، اسماء مصطفى.